السلام عليكم. واش الخوت، الفيديو ديال اليوم غادي يكون على الاشهارات. اشهارات كان شحال هادي كانوا كيديروا البوب اب. نديروا مثال ديال البوب اب بحال دابا. مثلا انا مثلا كليكيت هنايا طلع لي بوب اب اشهار، هاك خود، هاك شري، هاك بيع، هاك. المهم هادو بوب اب. ولكن دابا ما بقاوش كيديروا البوب اب، ولاو كيديروا البوب اندر. كيفاش البوب اندر؟ البوب اندر هي كتافيشي لك نيو دوكيمنت وكتخبى لك مو هنايا اللور، فهمتيني؟ كتخبى لك دوكيمنت اللور، فهمتيني؟ هنايا حتى كتسالي عاد كتلقى الاشهار، فهمتيني؟ المهم داك الاشهار كيعذبك باش تسدو، كيطرك بانك تشوف، فهمتي البلان؟ ما فهمتيش. حنا دابا فهمنا شنو هو البوب اب والبوب اندر. دابا بغينا نفهموا واحد النوع ديال الاشهار كيجي ما بيناتهم. كيجي ما بيناتهم، هذه هي فكره من عندي، فهمتي؟ باش تكون عارف، هي فكره من عندي. حنا ما كرهناش نناقشوها ونزيدو نوسعوها. هذا سميته بوب اكس. مثلا سميته بوب اكس. الفكره هي كالتالي، ان ما حدنا عندنا الطابات اي تابس. اوكي، نصوب كارتي وبعد هذا نقدر مثلا نكليكي هنا. انا مثلا باقي كمل في السيت، كنصفح في السيت، فهمتيني؟ كنصفح في السيت، ولكن هذاك البوب اندر ما جيش عندي هنا اللور في الدوكيمنت. فين غادي يجي؟ غادي يجي هنا. هذا راه السيت ديالي نيت، غير هو تحول مثلا جوجل، مثلا السيت الاشهاري ديالي، فهمتي؟ بحال هكا شي راه هو هذا. نرجع شو رجع بوب اكس اتش تي ام ال. المهم هذه كانت فكره، وكنتمنى تكون عجبتكم الفكره. والسلام عليكم، نتلاقاو في فيديو واحد اخر.